السلام عليكم احبائي، كي دايرين؟ كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هاد الوصفه تلقاكم بصحه وسلام باذن الله. اليوم ان شاء الله جبت واحد الوصفه اللي سهله وزوينه في نفس الوقت، الا وهي محلي ديال هذا الكروم. سو ان شاء الله اليوم غادي تدوزوا معايا المطبخ باش نديروا هاد الوجبه الرائعه باذن الله. اول حاجه ان شاء الله غنبداو بها باذن الله. ان شاء الله هنا خديت كروم. منين بغيو نديرو هاد الوجبه هادي، الكروم اللي غادي نشريو يكون هذا. كل ما لقيناه كبير كل ما احسن. انا بالنسبه لذاك النهار اللي تقديت فيه هذه اكبر وحده اللي لقيت، يا نورمالمون تيكونوا حتى القديم من كثر من هكا، ولكن داكشي اللي لقيت بداك النهار اللي تقديت انايا. دابا ان شاء الله غادي نحاول نحيد ليها هاد القلب هذا اللي تيكون هنا لداخل واللي كيجمع هادوك الوراق ديالها. الماء راه تيطيب، ما درت فيه لا ملح لا زيت لا والو، غير الماء بوحديتو راه تيطيب بينما انا نوجد الكروم ديالي. سو هنا كتشوفوا معايا هو حيدت هاد القلب هذا، واخا حيدنا هذاك القلب نحاولوا ندخلوا غير واحد شي شويه، لان كل ما حلينا دخلنا عليه بزاف حيدنا داك القصحيه ديال القلب لداخل، كل ما تيكون سهل علينا باش نحيدوا الوراق بلا ما نقطعوهم. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش نحطو هاد لي شو ديالنا باش ان شاء الله طيب. هاد الورقات الاولين انا كنحيدهم لان مع تيكونوا ليدين وفين تيتحطو داكشي تنحيدهم ما تنستعملهمش. دابا ان شاء الله غنستعمل غير الداخل ديالها اللي نقي. هنا الماء ديالي ها هو طاب بدا تيتبخ، غناخد هذاك الكروم ديالي بهاد المعلقه هذه غنحطها فوق منها ونحاول نخشيها في الماء بشوي. صاو هنا خليتها شي شويه بعد ما حسيت بها بانها هذا بدات كترطب من التحت، غنقلبها دابا على الجهه الاخرى هكا. ما بغيناش حنا نطيبوا هذا لي شو، بغينا غير باش تسهل علينا العمليه اننا نحيدوا هاد الوراق هادو، نحيدوهم بلا ما نهرسوهم. صافي هنا ان شاء الله تتبان ليا بان هاد الورقه تحيدات سهله بوحديتها، غنخرجها بشويه نخرجها هنا بشويه وغنديرها هنا عندي كسكاس اللي حطيتو فين غنديرهم يتسقطرو، ونفس الوقت غادي يبردوا ليا. غنشوف دابا نحاول الجهه الاخرى حتى هي كذلك. دابا ان شاء الله غادي نحاول نقلب لي شو ديالي، لان هاد البلاصه اللي كتكون قاصحه هي اللي بغيناها تتعرض للماء سخون اكثر من الفوق ديال هذا ديال الكروم. وان شاء الله غادي نكمل على هاد الطريقه هادي. نبدا نحيد فيهم على هاد الشكل هذا. هنا كي تشوفوا معايا من بعد ما درت الكروم كله ديالي حيدته على هاد الشكل هذا، ما تنطيبوهش 100% في الماء، كنخليه غير باش يجينا ساهل منين نبغيو نلويه يكون ساهل. دابا ان شاء الله غنخليه يبرد وندوزو ان شاء الله ونصاوبوا الحشوه ديالنا باذن الله. اوكي سو هنا ان شاء الله دابا بالنسبه للحشوه، هنا خديت بصله قطعتها مكعبات صغيره، ممكن تستعمل اي بصله بغيتو. بصله انا كنديرها شويه كثيره لان بصله ملي كطيب كذوب مزيانه نديروها كثيره. بغينا الكفته ديالتنا ملي نطيب هي والروز وداكشي يكونوا من الداخل تيكونوا مويست، ما تيكونوش ناشفين. هنا عندي 200 غرام ديال الروز اللي غسلت، ما طايب ما مسلوق ما والو. وهنا عندي نص كيلو ديال الكفته، هنا عندي خطة ديال هذا خديت غير بيدي هكا قزبر قطعتو حتى هوايا.
هنا عندي ثلاثه الفصوص تاع الثوم. هاد الوصفه هذه كل واحد يكل اختيار، اللي بغى يدير لحم كثير، اللي بغى يدير رز كثير، اللي بغى يدير بصله كثيره، كل واحد يدير اللي بغى. هنا عندي معلقه صغيره عامره مزيان ديال مطيشه، ومعلقه صغيره ديال بيبر بيست او فلفله حلوه، هذا معجون ديالها. الا ما كايناش عندنا هاد الفلفله حلوه نديرو غتكتفوا غير بمعلقه صغيره ديال مطيشه معجون الطماطم. هنايا عندي ان شاء الله غادي ندير الفلفل الاسود على حسب الذوق، غادي ندير الملحه. ممكن الا كتبغيو السودانيه ما كاينش مشكل بالنسبه للدراري وهذاك الشيء، ممكن نديرو شويه تاع السودانيه. انا على قبل ولادي ما غاديش هذا نديرها. هنا عندي معلقه صغيره ديال التحميره عامره، عندي هنايا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون، كنديروا معلقه حتى لجوج معالق. كما كلهم هاد الزيت والماء هاد الشيء اللي غادي نديروا البصله كثيره تيخليو لينا هذا الماكله ملي كناكلوها تتكون من الداخل تجي بحال ميد ما وهذا ما ناشفاش. دابا ان شاء الله غنخلطوا كلهم هاد العناصر مزيان ونرجع معكم باذن الله. صاو هنا ان شاء الله الكفته ديالتنا ها هي صبحات موجوده، دلكتها مزيان بيديا. ما درتش معكم هذيك اللقطه احتراما للناس اللي كيعيفوا بحال هكا. صاو دلكتها مزيان ان شاء الله، ودابا هيا التعميره ديال اللحم ديالي هي موجوده. الكروم ديالنا ها هو حتى هو موجود، غنبداو ان شاء الله دابا نصوبوا فيه. وغنحتاجوا كذلك اناء اللي غادي يدخل الفران فين غادي نقدموا هذه الاكله ديالنا باذن الله. انا غادي نديرها في هذا، هو اللي غنطيب فيه، هو اللي غنقدم فيه. سو اول حاجه هنا غناخذ ورقه ديال الكروم بحال هكا. هذا القلب هذا لداخل غادي نحيدو بالموس. لانه قاصح غادي يهرس ليا هذا الكروم ديالي ملي غادي نبغي هذا اللوي نصاوب هذيك المحنشه ديالتي. صافي هكا وغنقسمو، بس هذه كبيره بزاف غنقسمها على النص، وغادي نجي بحال هكا. هنا غادي ناخذ الحشوه ديالتي ونحطها، كل واحد يدير القياس اللي بغى. ايوا غنديرو بحساب بان الرز راه ملي غادي يطيب غادي يتحل باش هذا ما يتقطعوش لينا في الطياب. سو دابا ان شاء الله غادي نلويها. انا درت هاد الجهه الملسه هي التحتانيه ديال الكروم ديالي. اوكي دابا هنا غنقادو هكا وغادي نحاول نلويها على شكل محنشه بحال هكا. الطفل كيبقى لي هنا غنديرو ان شاء الله لتحت وندوز ان شاء الله النص الاخر كذلك. الجهه الملسه غادي نديرها في التحت. ونفس الشيء ان شاء الله غادي نبدا تلوي. انا كنلوي وانا كنقاد على الطوله ديال الورقه ديالي ديال هذا الكروم. اوكي دابا ملي درت بحال هكا، اللي ما تيعجبوش هذا بزاف بحال هكا يمكن ان يقطع، لان علاش غادي نضيعو. غادي نلويه لداخل بحال هكا ها هي. صافي دابا ان شاء الله غادي نمشي بحال هكا حتى نكمل هاد الوريقات ديالي كلهم باذن الله ونرجع معاكم. التعميره كتكون على حسب الحجم ديال الورقه،
الا مثلا بحال هذه انا نقدر نديرها بحال هكا نحي نشا ونلويها، ولكن الا مثلا كانت عندنا شي وحده صغيره ولا مقطعه ولا شي حاجه ممكن انا نديرو لهم بحال هكا ونديروهم على شكل سيجار بحال هكا. سواء انا غنبقى خدامه اللي طويله عندي وهذا ما مقطعه ما حتى شي حاجه غنديرها على شكل محنشه، واللي مقطعين بحال ولا صغيورين غنديرهم على شكل سيجار بحال هكا. سنرجعوا ان شاء الله ملي نكمل كل اللويه ديالي باذن الله. وهكا احبائي كي تشوفوا معايا هذا لويت كله هذاك لي شو ديالي. دابا ان شاء الله ندوز نصاوب لاصوص ديالو ونشعل الفران يسخن على 350 فرنهايت. هنا بالنسبه لاصوص انا ما غاديش نديرو اليوم بمطيشه، بغيت يكون هذا ناقص من اللحم ديالي، لان دايرين ان شاء الله دايره لا سوب فيها مطيشه، ما بغيتش ندير حتى الوجبه الرئيسيه تكون فيها حتى هي مطيشه باش ما تكونش الحموضه بزاف. صافي ان شاء الله هنا عندي شويه ديال الابزار الفلفل الاسود وعندي شويه الملحه، هادشي على حسب الذوق كي تنقول ديما. هنا عندي زيت الزيتون تقريبا معلقه كبيره ولا جوج معالق كبار اللي يبغى يدير هذا الزيت. وان شاء الله هنايا طيبت الماء، غادي نجهد ندير جهد جوج ديال الاكواب ديال الماء ولا تندير السيترو بحال هكاك باش ان شاء الله نسقي به هذاك لي شو ديالي. وهنا ان شاء الله هنايا هاد لاصوص اللي صوبنا ديال الماء طايب مع الزيت والملح والبزار ديروها. اللي بغى عاوتاني يزيد البنه بزاف يقدر يدير كنور، داك كنور ديال اللحم مع هذا الماء طايب ويزيدو. انا ما درتوش كنور كيعطي اللذة زوين، ولكن كل ما نتفاداو حتى هويا يكون احسن. سو هنا سقيت كله هذاك لي شو ديالي. هادشي علاش انا في الاول ملي ذكرت معاكم قلت لكم على ما نطيبوهش بزاف، ملي كنا سلقناه قلنا ما نطيبوهش بزاف لانه غنكملوا له دابا الطياب في الفران. ملي نكونوا تنسلقوه باش نحيدوا الوراق يلاه كنحيدوه غير باش يتطواو لينا. صافي دابا ان شاء الله غادي نغطيه هذا بورق ديال الطبخ وغادي نزيد عليه عاوتاني الورقه ديال الالومنيوم نغطيه مزيان وندخلو ان شاء الله الفران حتى يطيب. نحسب الرز طاب والكفته طابت ان شاء الله ونرجع معكم. وبهكا احبائي الاكله ديالنا كتصبح موجوده. هنا كي تشوفوا معايا المحشي ديالنا ديال الكروم صبح موجود، ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش نوريكم انا كيفاش تنقدموا للعائله ديالي. وبهكا احبائي غادي نهزو اول هنا. بالنسبه لي انا كيعجبني انني ندير معاهم هذا اليوغورت وبهكا احبائي الطبق ديالنا تيصبح موجود كامل. عندنا الخضره مع اللحم، عندنا هنايا الروز الكاربس، عندنا السلطه الفايبر. سو ان شاء الله هنايا تتكون الاكله متكامله. سنتمنى ان شاء الله ان هذا الطبق تاع اليوم يعجبكم باذن الله.